خوتي خواتاتي، ها واحد السلام عليكم. كيف نتوما؟ مزيانين؟ رمضان مبارك سعيد، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وبسلامة. اليوم جينا وجبنا الجديد، جبنا ابارتمون صيفية طنجاوية بامتياز. ابارتمون جات في المدينة الجديدة، قريبة لبحر سيدي قاسم، قريبة الأشقار، قريبة لجميع المرافق العمومية، وعاد فيها لابيسين الخاص ديالها. كيف ما قلت لكم، هاد لابارتمون جات في المدينة الجديدة بنبطوطة، جات قريبة لقزنايا، قريبة المطار، قريبة لبحر سيدي قاسم والأشقار. يلا نمشيو نكتشفوا جميع كيفاش عاملة، المتراج ديالها والفراش اللي فيها. كيف ما قلت لكم، هاد لابارتمون فيها لابيسين الخاص ديالها. كما كتلاحظوا لابيسين هو هذا، فيه اسباس فير فين يلعبوا الوليدات، وهاد لابيسين خاص بالناس اللي ساكنين في هاد المجمع السكني، يعني ماشي اي واحد اللي يقدر يدخل ليه. كما قلت لكم، ابارتمون صيفيه بالدرجه الاولى، فيها لابيسين وقريبه للبحوره، قريبه للبحر سيدي قاسم، قريبه للبحر الاشقار، 5 دقائق وهانتينا في البحر، وعاد قريبه حتى الرميلات، يعني تقدروا تطلعوا من هنايا الرميلات، ومع لي تونيل اللي داروا راه ما بعيداش على السونتر فيل. ودابا كيف ما كتشوفوا، هذا هو وسط العماره. لابارتمون ديالنا جات في الايطاج الرابع، والعماره فيها 4 ديال لي زيتاج، في كل ايطاج كاينين 3 ديال لي زابارتمون، والعماره ما فيهاش لاسانسور. كيف ما كتشوفوا، كل ايطاج عنده باب ديال الفصيل ديال الخشب اللي كيفصل 3 ديال لي زابارتمون على الدروج، ولي زابارتمون ديال ليطاج ديالنا هو هذا. ودابا ندخلوا على بركه الله نشوفوا لابارتمون ديالنا اللي كيف ما قلت لكم جات في الايطاج الرابع، فيها 124 متر ودايره بها لا تيراس. كيف ما كتشوفوا، مع الدخله كنلقاو الباب ديال الحديد والخشب ديال تركيا، وعاد كنلقاو انفاصلي له الصاله. الصالة كيف ما كتشوفوا راها ضوية تبارك الله، فيها هاد القفص اللي في السقف مع لي سبوت، وفيها هاد لي كولور الرائعين اللي انا كيعجبوني بزاف. كيف ما كتشوفوا هنايا كاين اسباس فين كاينه التلفازة، وكيف ما كتلاحظوا الدار راها مشمسة تبارك الله، يعني ما تخافوا لا من غمولة لا من برودة لا من كحولية. هنايا كنلقاو الصالة، وكاين هنا البيت نعاس الاولاني، وعاد كاين هنا الكولوار اللي فيه البيت نعاس الثاني والكوزينه والحمام. كيف ما كتلاحظوا الفراش اللي كاين في الصاله هو هذا، كنابي بالخديات ديالو، يعني شي حاجه كلاس مودرن. وعاد الطاقه ديال الصاله حتى هي كتطلل على لاتيراس، ولاتيراس اللي كتطلل على واحد المنظر رائع بزاف اللي من بعد غادي نخرج نوريه لكم. كيف ما كتلاحظوا، الدار تبارك الله راها ضاويه مشمسه، كما قلت لكم قريبه لجميع المرافق الحيويه، قريبه لجوج ديال البحوره سيدي قاسم واشقر بزاف، وعاد فيها لابيسين الخاص بها. كيف ما كتشوفوا مولاتها تبارك الله راه صلحاتها باخر ما كاين، يعني راه ماشي هكا خداتها، يعني راه صلحاتها راه مصلوحه. كيف ما كتلاحظوا هنايا كنلقاو الاسباس كما قلت لكم اللي فين كاينه التلفازه اللي كامل بالقبص. وقبل ما نكملوا الدار نخليكم مع هاد اللقطات. هنايا كنلقاو الكولوار اللي فيه التواليت والكوزينه والبيت نعاس ثاني. التواليت ديالنا هي هادي، كيف ما كتلاحظوا راها مزلجه وكامله طالعه برخام. هنا كنلقاو التواليت سيرفيس، التواليت مع الرشاش ديالها، وعاد لافابو والمرايه ديالو. كما قلت لكم راها كامله بالزليج والرخام، مولاتها راه عاودتها كامله صلحاتها. وهنايا كنلقاو التهويه، ودابا نمشيو باش نشوفو بيت نعاس والكوزينه ولا تراس ديالنا.
الكوزينه ديال هاد لابارتمون هي هادي، كيف ما كتلاحظوا الوسوعيه ديالها هي هادي، فيها طبيله صغيره صالة مونجي ديال جوج الناس اللي يمكن لكم تحطوها هنا او اللي يمكن لكم تفطروا في لاتيراس كيف ما غادي نوريكم من بعد. وعاد كنلقاو بان السقف حتى هو راه بالقبس ولي سبوت. هنايا كنلقاو الثلاجه، كنلقاو الفران بالبوطه الطياب ديالو، كنلقاو ميكرو اوند لاهوت، يعني الدار مجهزه اخر ما كاين، غير اجي وسكن. كما كتلاحظوا حتى هي راها مزلجه حتى للسقف، وكيف ما قلت لكم لابارتمون كامله دايره بلا تيراس مضوبيه ومشمسه نهار كامل. وكيف ما قلت لكم هاد لابارتمون راها جات في المدينه الجديده ابن بطوطه، فيها 124 مترو. شفتوا شنو كيبان لكم من الكوزينه؟ كيبان لكم البحر. لا تيراس اللي ما غاديش ندخلوا ليها دابا، حتى من بعد ندخلوا ليها من البيت نعاس، حيت لا تيراس يمكن لكم تدخلوا ليها من الكوزينه، من بيت نعاس الاولاني او من بيت نعاس الثاني. هنايا كنلقاو بيت نعاس الاولاني اللي الوسوعيه ديالو هي هادي، كيف ما كتلاحظوا داخله الاضاءه وداخله شميسه تبارك الله. وحتى هو السقف ديالو كامل داير بالقبس بالسبوت. وكيف ما كتلاحظوا البيت راه واسع تبارك الله. هنايا عندكم لومبلاسمون ديال التلفازه، يا اما تعملوه بيت كلاس او لا تعملوه بيت نعاس ديال العواول، يعني ليكم حريه الاختيار. المهم راه بيت واسع، يا اما تجيكم فيه تفريشه دايره، يا اما تجيكم بكاما ديالو بالكوكيتات ديالو بالماريو ديالو، يعني ليكم حريه الاختيار كيفاش تفرشوا هاد البيت. وكيف ما كتلاحظوا البيت راه ضاوي ومشمس تبارك الله. ودابا نخرجوا نشوفوا لا تيراس ديالنا، او نخليوها حتى البيت الاخر. يلا نخليوها حتى البيت الاخر ونخرجوا ليها باش تشوفوا المنظر كيفاش عامل كامل. بما فيها باس نوريكم الاطلاله من داخل البيت. شوفوا حتى من داخل البيت بلا ما تفتحوا حتى الباب ديال لا تيراس كيبان البحر، يعني لواحد المنظر رائع اللي تقدروا تصبحوا عليه. ما قدرتش نصبر حتى البيت الاخر، قلت نوريكم دابا هذا المنظر الرائع اللي ما تسخاشي كاع تخرج من هنايا. تخيلوا غير تفيق على هذا المنظر ديال البحر، يا سلام منظر رائع بزاف. ابارتمون غزاله بزاف، الموقع ديالها غزال قريبه للبحر، كالم وعاد ما بعيداش على السونتر فيل، يعني ابارتمون ديال الصيف اللي باغي يجي يريح باله وباغي يبحر ولا بيزين حداه. هنايا كيف ما كتشوفوا راه هذه ماكينه ديال التصبيط ديال الكوزينه عاملينها هنايا في برا في لاتيراس، ولاتيراس راها كبيره وواسعه. بغيتوا تسقفوا واحد الجهه كيمكن لكم ديروها بداك القرمود، بغيتو تخليوها هكا كامله راه تيراسة. انا بعدا كتحمقني لا تيراس تكون في الدار، يعني عندها بزاف ديال المنافع في العيد الكبير في الصيف، يعني جلسه في العشيه ميريندا في العشيه، عندها بزاف ديال المنافع صراحه. الله ما عارف الميزه ديالها غير الناس اللي ما عندهمش لا تيراس. كما كتلاحظوها راها كبيره وواسعه، حتى اذا كان عندكم شي فرح ولا شي مناسبه هاد لا تيراس تهز لكم خير الله ديال الطبالي.
ودابا نخليكم مع هاد اللقطات اللي انا والفريق العمل ديال بيكازيت ايموبيلي حاولنا ان نوريكم شنو تقدر تجي في هاد لاتيراس هادي. ودابا نمشيو باش نشوفو البيت نعاس الثاني. قلت ندخل ليه من لاطيراس، ما احتاجش ندخل ليه من الجهه ديال الصاله، حيت هاد البيت نعاس هو اللي كاين حدا الصاله في الدخله ديال الباب. كما كتلاحظوا حتى هو راه واسع وكبير تبارك الله. وهاد البيت راه فيه تواليت ودوشة خاصه به كما كتلاحظوا، مشمس وضاوي وكبير تبارك الله. هنايا كنلقاو السقف ديالو حتى هو فيه القبص والسبوت، فيه الكليما، فيه الماريو خاص به، فيه جوج ديال الماريوات، كاين هاد الماريو هذا وعاد كاين ماريو اخر مورا الباب ديال البيت. يعني هاد البيت نعاس ما تحتاجش تشريو ليه ماريو ديالو. كيف ما كتلاحظوا راه مولات الابارتمون هي اللي مصايبه، يعني ما جاش مع الابارتمون هاد الماريو. هنايا كنلقاو الكوكيتا كيف ما كتشوفوا، لا كوموند كبيره كيف ما كتلاحظوا. هاد البيت حتى هو راه ضاوي ومشمس، داخله الاضاءه وشميسه تبارك الله. هنايا كيف ما كتلاحظوا كاين الماريو الثاني، يعني موطع ديال الدريسينغ بالمرايه ديالو. وهنايا كنلقاو الدوتشه والتواليت الخاصين بهاد البيت النعاس. كيف ما كتلاحظوا دي حتى هو مزلج وكامل ارخام. هنايا كنلقاو لافابو بالمرايه ديالو، وعاد هنايا كنلقاو الشوفاج. هاد الحدايد هادو راهما شوفاج كيسخنوا الحمام كامل، يعني قبل ما تطلق حتى الماء سخون في الحمام كيكون ديجا الحمام اللي كطلق له هاد الشوفاج كيكون الحمام ديجا سخن ليكم كامل، بحال تقولتي راك في الحمام ديال الزنقه. كما كتلاحظوا هذا هو الشوفاج اللي هضرت لكم عليه، هذا راه ملي كيهبط كيسخن الحمام كامل. وكيف ما كتلاحظوا السقوف ديال الحمام حتى هو راه بالقبص اولي سبوت. وهنا كنلقاو التهويه ديال الحمام، وعاد كاين الطاقه ديال الالومنيوم والزاج. وهنايا كنلقاو الدوتشه اللي مفروقه على التواليت بالباب ديال الزاج، يعني هاد الدوتشه كترجع تقدر ترجع لكم حمام بلدي. كاينه الكليسه برشاش ديالها كامله بالرخام وكيسخن، هو اصلا هاد الحمام كيسخن وعاد زادوه بداك الشوفاج اللي داروا حدا الباب. هنايا الباب ديال الزاج باش كيخلي لكم التواليت نقيه. وهنا كيف ما قلت لكم الماريو الثاني اللي من بعد، وغادي نوريكم اللقطات ديالو من بعد هاد الفيديو. كيف ما شفتوا معنا خوتي وخواتاتي، هذه هي لابارتمون اللي جات في المدينه الجديده بنبطوطه طنجه. جات في الايطاج الرابع، فيها 124 متر، كامله دايره بلا تيراس وكتطل على البحر كيف ما شفتوا معنا جميع. مواليها كيطلبوا فيها 105 ملايين. اذا عجبتكم وبغيتيو تجيو تشوفوها مرحبا، مع لكم الا تواصلوا معنا في الارقام اعلى الشاشه، وان شاء الله اللي مكتبه ليه فرزق هو اللي غيديها.
اذا عجبكم هادشي اللي كنعملو وبغيتو نجيو نشوفو لي زابارتمون ديالكم او لا الديور ديالكم او لا الفيلات ديالكم، مرحبا. ما عليكم الا تواصلوا معنا في الارقام اسفل الفيديو وان شاء الله ما يكون غير الخير. كنتمنى تعاونونا بجيم وابوني وتبارطاجيو الفيديو مع اكبر عدد من الناس، والله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي، تتعملوا الديور ديالكم ويفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم في اللي كتمنوا يا ربي. وقولوا امين ونهاركم مبروك.